تحية لكل الطفولة الذين الأطفال الذين يتابعونا في هذه الصبيحة. يعني أكيد الأطفال يحضرون أنفسهم للتوجه إلى المدارس، نقول لهم طبعا حد موفق. وللحديث عن الموضوع طبعا أكيد عمو يزيد ولا شاب يزيد حاضر معنا. صباح الخير يزيد، أهلا صباح وسهلا الخير بك. عبد الرزاق، صباح الخير عليك كامل طاقم نهار تي في. نعم، شرفنا بحضورك يزيد في هذه سعيد الصبيحة. جدا، سعيد نعم، جدا. نوضناك 6 الصباح. لا لا، حاجة ما تغلى عليكم، حاجة ما شكرا، تغلى الله عليكم يخليك والله. يزيد. إذا أنا قلت لي الشاب نعم، يزيد ولا عمو يزيد؟ أنا نظن الشاب يزيد باقي له أيامات برك. خلاص بقى أيامات. بقى نعم، أيامات. سنتحدث عن هذا الخبر. إذا يزيد، طبعا يعني كل توجهاتك الآن أصبحت للأطفال وفي خدمة الأطفال، سواء بالضبط. البرامج وحتى النشاطات، يعني حتى في كل يعني مختلف المناسبات اللي يكون فيها الطفل يكون حاضر فيها يزيد. بالضبط. هذه المرة كذلك اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة راح تقوم بنشاط كبير، إذا كان بالإمكان يعني تحدثنا عن هذا النشاط. والله أنا كانت صرخة هذه الحصة وهذه الأعمال هذه نعم، المتوجهة للبراءة. شفت بلي كاين فراغ كبير وكاين عدم اهتمام بتربية النشأ، ولو أننا نحب أولادنا وكامل، ولكن تربية النشأ أي حاجة نبيلة وحاجة. نعم، إذا كفنان شفت بلي على الأقل الإنسان يحاول يقوم بدور بسيط دوك من خلال هذه الحصة اللي استقطبت أطفال، يعني اهتمام الأطفال من كل الوطن، يجوا من ربوع الوطن كلها. حبيت في كل مناسبة ونحن هكذا. كذلك في أمس الحاجة لمثل هذه البرامج، يعني كانت فيه في السابق برامج بالضبط يقوم بالضبط بها التلفزيون الجزائري يعني في كل عطلة يعني خاصة بالضبط، بالأطفال فراغ تابعوا هذه البرامج، كبير، ثم أصبح فراغ يعني فراغ كل يعني رهيب، نعم فراغ هذه رهيب. حتى البرامج. المشكل أنه الطفل هو كالورقة البيضاء، يعني نعم، كما يولد شئت تدون فيها في بالضبط، هذه يولد الورقة على البيضاء. الفطرة. إذن لازم نعم، يشبع بأغاني وببرامج مستوحاة من الواقع الاجتماعي الجزائري. نعم فعلا. إذن عندنا عمو يزيد شو، يعني هو الحفل اللي دائما نربطه بأحداث هكذا اللي يكون فيها رسائل. وهذه المرة الرسالة نتاعنا هي باش الناس لتحسيس الأولياء باش يجيبوا أولادهم يديروا فحوص طبية مجانية. هو على بالنا بلي الفحوص الطبية ممكن أنه يديرها في أي عيادة، نعم ولكن راح يجي في قالب ترفيهي وقالب نعم، يعني يعني قالب حتى الطفل يرغب في أنه يجري بالضبط الفحص نتاعو، الفحص الفحص. نتاعو عفوا، في كل أريحية. والنقطة نعم المهمة في هذا اليوم، يوم 11 مارس من 9 تاع الصباح مع أطباء عيون متطوعين يعطيهم الصحة، نعم هو أننا راح نجهزوا أطفال معوزين بنظارات طبية. وكاين جزائرية من فرنسا على رأس شركة إيسيلور هدات للأطفال 500 نظارة بزجاج نتاعها، جميل يعني شيء جميل جميل جدا. والناس متوافدين حابين يشاركوا، يعني الناس نعم ولاو يتكلموا معنا عبر التواصل الاجتماعي ولا يقولوا كيفاش نقدروا نشاركوا كامل. نعم ما عليهم الا يتوجهوا يوم 11 مارس ابتداء من 9 تاع الصباح، و يعني الحضور نتاعهم هو مساهمه. بساحة رياض الفتح يزيد. بالضبط في نعم فلاغورا. اذا الفحص راح يكون في لاسال فرانس فانو. نعم، على كل حال يتوجهوا كل العمال تاع رياض الفتح على بالهم بهذا نعم، المشروع. يعني كل والحق طفل عنده مشكل في الرؤية راح يحصل بالضبط على حتى اذا نظارته. كان عنده شك فقط نعم الولي نتاعو ولا عنده شك برك يجيبوا مرحبا به. نعم وإذا جميل. كان عنده مشكل في الرؤية راح نتكفلوا به، كاين نعم، أطباء عيون حتى متطوعين. شعار وضعته بشعار جميل، أرى أفضل أدرس أحسن. بالضبط، نعم لأنه المشكل الأول يعني اللي راح يحسه الطفل اللي ما يشوفش مليح هو يأثر على النتائج الدراسية نتاعو، هذا هو الشيء فعلا الأول. فعلا. طيب يزيد، إذا كان بالإمكان يعني أن نتحدث عن هذه المبادرة، يعني فكرة نبيلة جميلة كذلك استثنائية، ربما لم نشهدها في ربما في وقت مراحل سابق سابقة أو في نشاطات سابقة. هل أنتم صاحب الفكرة أم كانت فيه يعني جمعيات خيرية أرادت أن تشارك في هذا في هذه العملية؟ والله بكل تواضع أنا من خلال الحصة نعم، حبيت نربطها بمشاكل وانشغالات يعني كنت الطفل. قريب كثير بالأطفال، حسيت بالضبط يعني. بالضبط، أنا نعم بنتي عاشت هذا المشكل، عاشت نعم هذا المشكل وهي في السنة الأولى ابتدائي، كانت النتائج نتاعها غير مستقرة وما فهمناش علاش مشكل تاعها، كان مشكل في الرؤية وبقات لي. فدائما قلت يا ربي كيفاش الانسان من خلال يعني التجارب نتاعو تجاربه من في خلال الحياة يعني يأخذ بالضبط العديد. نعم حبينا. وشفت كاين ناس اللي يجري فحص طبي للوليد على عينه ومن بعد يقولوا عنده، يقولوا داكور غدوه ندير له غير غدوه نظارات، من بعد نشوف شحال قداش يتهاون يتهاون، نعم اما لان للسعر ولا لشيء اخر. احنا من خلال بالك احنا وكان نقدروا نحسوا 10% من الجزائريين الهدف تاعنا وصل. ومازال نعم كاين اشياء اخرى، كاين برامج اخرى راح نقوم بها
في كل مره مثلا في اول جوان المقبل نعطيكم لو سكوب راح نديروا فحص طبي لكل الاطفال لمرض السكري. نعم مثلا اليوم اول جوان ان شاء الله نصرح بها لاول مره. اذا في كل مره نحاولوا نحسوا هذه ما هي الا عمليه تحسيسية. لاننا بالك احنا بكل تواضع ما نقدروش يعني نقضيو على هذا المرض ولا اننا نتكفلوا كل جزائري، ولكن احنا ماذا بينا درك لو يسمع فينا في ربع الوطن ياخذ ابنه وياخذوا العياده يعملوا فحص طبي مجاني. جميل. طيب يزيد استوقفني هنا سؤال خاص، انه الفنان يعني ما يبقاش فقط فنان يعمل فقط من اجل اصدار البوم جديد حتى يتم بيع الالبوم او ينتشر يعني في الساحه الفنيه، لكن انه الفنان الى جانب انه فنان يستعمل منصبه كفنان وشهرته في وسط المجتمع، انه تلك الشهره يستخدمها بطريقه يعني جميله، انه يقوم بالعديد من العمليات التحسيسيه والافعال الخيرية. كيفاش يعني تشوف انت هذا؟ انا من الناس اللي عندهم قناعه تامه انه ربي لما يعطيك هذه السمعه هذه المصداقيه، خاصه المصداقيه ما عندك كلمه على المصداقيه، علاش راني صارت لي حكايه طريفه هكذا، ربي لما يعطيك المصداقيه وما تسبلهاش في خدمه المجتمع نتاعك، يعني هذا انسان يكون اناني، هذه انانيه، لانه الفنان هو واجهه الناس كامل تحب تفرج عليها، الناس كامل تحبه، الناس كامل تسمع له، الناس كامل ثق فيه. كاين الناس اللي كي نروح نقول لهم مثلا كاين جمعيه فلانيه محتاجه كذا ولا مباشره يعني يمضي الشيك ويعطيه لي، يعني نقول له لا يقول لي عندي كل ثقه فيك. يعني هذيك الثقه هذه يكون مصداقيه، وهذيك السمعه اللي عند الفنان مسؤوليته ان يعني الفنان والرياضي والرجل الاعلامي مسؤوليته انه يضم صوته، يعني يمد صوته لهذه الجمعيات اللي كاين جمعيات بالك العمل نتاعهم يعملوا ليل نهار، ولكن الفنان ممكن يجي يعمل يوم واحد يغطي كل هذه الاعمال. اذا مليح اننا هذه الجمعيات والفنانين وكامل يعني تحتوا على كلمه واحده على مواقف معينه، لانه اطفالنا هادو لازمنا نعتنيوا بهم، لازمنا نبينوا باللي المجتمع هذا يهمنا والانشغالات على المجتمع انشغالات. طيب يزيد يعني انا رافقتك في الكثير من النشاطات، لاحظت حتى انه حتى معظم النشاطات هي من يعني من اتعابك الخاصه، يعني بالضبط. سواء يعني الامكانيات الماديه وحتى البشريه يعني كلها من حسابك الخاص، لكن الكثير من يعني المتتبعين الشاب يزيد يقول لك انه يزيد لا ما راه ما توجهش لخدمه الاطفال، وانما فقط يعني لما كان يغني دائما للنساء خلاص الناس والفوه وخلاص اكل عليه الظهر هو شارب، توجه لفئه اخرى هي فئه الاطفال. ماذا تقول لكل هؤلاء؟ والله انا نقول انا فنان مقتنع، يعني فنان مقتنع بدوري، مقتنع بدوري اولا، مقتنع بدوري كجزائري كمواطن جزائري، وانا دائما ناضل من اجل المواطنه. انا نظن باللي ربي يعرف والجمهور يعرف، انا نظن الجمهور بصفه عامه لان عندي صبر الاراء يعني عبر التواصل الاجتماعي ولا عبر يعني فئه قليله برك اللي ما تعرفش يزيد، وبالمرات هذوك الناس اللي عندهم نظره مش مليحه على يزيد لما يعاشروا يزيد يجيهم الندم، يندموا يقول لك احنا ما نعرفوش الانسان دار هكذا، لانه الانسان لما تتربى في وسط فيه الخير وسط انا الوالده نتاعي يعني. الوالده نتاعي ربي يحفظها والوالد نتاعي نهار اللي ما يديرش الخير ما يكونش مليح، يعني احنا كنا انا جدي الله يرحمه ويوسع عليه البقراج تاع الماء دائما سخون، يعني اللي يجوز يفطر اللي كبيره يزيد بالضبط لما تكبر في هذا الشيء، يعني حتى الخير اللي تكون دير فيه نابع من القلب وهذه طبيعه وشيمه في كل الجزائريين، يعني الحمد كل لله الجزائريين يعني دائما لازم يخرجوها ويروحوا الجمعيات ويديروا الخير كريمين، يعني لو كان الان نوجهوا دعوه انه راح يكون فيه نشاط خيري ورايح نحتاجوا مساعدات اكيد كل الناس راح تساهم لانه المجتمع الجزائري هذه هي طبيعته بالضبط، التفوح حول يعني كاين الناس كانوا محتاجين يعالجوا في الخارج ولا يعني تشوف كيفاش يلتفوا هذيك الحمله التضامنيه كيفاش يديروها، تقول سبحان الله يعني في ايام ولا ساعات محدوده يتبرعوا بمبالغ كبيره. طيب نذكر البشر الكريم انه 11 من مارس هو اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصه، ولكن قبله اكيد راح يسبقوا ذكرى طبعا عزيزه على كل النساء والجنس اللطيف، هي 8 من مارس عيد المراه. راح تكون لك مشاركه يا زيد؟
يعني سمعنا أنه راح يكون آخر حفل شاب يزيد، لأنه بالضبط راح بالضبط. يعتزل مش الفن، وإنما سيعتزل الاحتفال بعيد لا لا لا، الغناء 8 مارس للكبار، لا لا للكبار. مش لي، لا لا بالعكس، 8 نعم مارس نعتز به كيوم مكمل، ممكن أن في يوم 8 مارس احنا نعود نحتفل به بطريقة أخرى، يعني نعم بأغاني للأطفال وللأم، ولا ولكن أغاني للكبار بربي إن شاء الله ربي يوفقني أنني توقف هنا، لأن لماذا جاء هذا القرار يزيد؟ والله من خلال الحصة، من خلال الإقبال، من خلال الرسائل اللي نتلقاها من الناس، أنهم شافوا فيا دور المربي، دور نعم الموجه، دور، وهذه مسؤولية كبيرة 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 ملقاة على عاتقي. فعلا نشكر كل الأولياء اللي داروا في هذا الثقة، لأنه الأب ولا الأم لما يدير فيك ثقة ويخلي ابنه يسمع لك، ابنه ياخذ منك القدوة، أنه نعم مسؤولية كبيرة. نعم إذا شاهدت صور ليزيد في معظم الحفلات في عيد المرأة، يعني دائما هذه في كنت قاعة أصنع خاصة الحدث، 20 لما سنة نقولوا 8 مارس نقولوا يا شاب يزيد، بالضبط أعطتني هدية وغيرها من بالضبط. الأغاني. نصيرة، هذا اليوم نصيرة، عيدكم، نعم زين بلادي، نعم هاد العام راح يكون الحفل رقم 20، نعم 20 سنة تقدير أين للمرأة سيكون الجزائرية. الحفل؟ لأنه الكثير من يعني طبعا السيدات يحبوا أنهم يتوجهوا لحفلات الشاب يزيد، بالضبط لأنهم تعودوا على حفلات الشاب يزيد. بالضبط أين بالضبط، سيكون الموعد هذه راح المرة يزيد؟ يكون بصفة استثنائية في مدينة تيزي وزو، تيزي وزو، في نعم قاعة، في بقاعة متعددة الرياضات، بملعب أول نوفمبر نعم في مدينة تيزي وزو. وراح يكون، انا نقول بلي الناس، كاين بزاف الناس اللي ما رافقوش يزيد، خاصة الشباب ما عندهمش فكرة علاش يزيد ارتبط اسمه ب 8 مارس، علاش لازمنا نرجعوا للواقع الاجتماعي اللي كان في سنة في ذاك الوقت. 1997. نعم إذا 97 كانت العشرية السوداء، كانت المرأة مستهدفة، كانت، إذا 8 مارس الأول نتاعي في سنة 97 أنا عمري ما نويت بلي راح يكون يكرر كامل، حبيت ندير تقدير للمرأة الجزائرية، ولكن المرأة في هذاك الوقت لما كانت مستهدفة وكانت جاتها شغل أون بوفيه دوكسيجين هكذا شغل، وارتبطت بهذاك التقدير، يعني ماشي بيزيد ولا باليوم ولا بالتقدير هذاك اللي أصبح في كل سنة طالب به. نعم طالب به فعلا. إذا يزيد فقط في عجالة، وفي الأخير نذكر فقط مشاهد الكريم بالحفظ بالفحص، راه يهرب لي الفحص المستقبل مانيش على الفحص الطبي راح يكون بالضبط، برياض الفتح، يعني هو الدعوة دعوة مفتوحة عامة، للجميع كاين كل. أطباء عيون نعم متطوعين مع مديرية الصحة لولاية الجزائر، مع ديوان رياض الفتح، يعني كل الناس ساهموا معنا، كاين جمعيات كذلك وكامل. الفحص الطبي من 9 تاع الصباح طيلة اليوم نعم، مجاني، وكاين واللي عنده مشكلة كده راح يحصل على نظارته الطبية بالضبط يعني. نعم المعوزين، للمعوزين، النظارات للفقراء والمعوزين، الفحص نعم الكامل للناس، نعم مرحبا بهم، النظارات للفقراء والمعوزين، وحنا الهدف تاعنا اننا نجهزوا 1000 طفل على الاقل في هذا، في هذه المره راهي حاجه كبيره جميل بحول ان شاء الله. الله، لانك لما تجهز 1000 طفل معناها انك فحصت 5000، نعم هذا هو فعلا اللي رفعه. فعلا هنا لك التوفيق يزيد طبعا في هذا النشاط، وحتى في وكاين 8 مارس الحفل طبعا. يوم نعم الحفل نسينا على ما زوج تاع تحدثناش العشيه، عليه، يعني بالضبط سيرفق الفحص بالضبط، يعني بحفل كبير. على زوج نعم تاع العشيه، يعني حفل كبير وين فيه عدة فقرات وكامل، وين الأطفال يعني نعم يقدروا، يعني اللي ما جاش الفحص يجي ولا يقدر يجي النشاط. الفحص ويقعد تما، لأنه كاين نشاطات يقدروا يلعبوا، يقدروا، درنا كاين جمعيات دايرين ورشات، دايرين عدة أشياء، يعني نعم ممكن أنه يجي يقضي نعم اليوم في رياض الفتح نعم. طيلة والدخول اليوم، مجاني يزيد، دخول مجاني وللأولياء وللأطفال، وهذا جميل وهذا الشيء كما هذا عودتنا دائما يزيد. لازم. والشيء الجديد في حفلاتي هذه عمو يزيد شو، هو نعم أني نحرص على استقبال الأولياء، حبيت يعني الأب والأم والخالة والجد يكونوا مع الطفل، يرافقوه ويشوفوا، هذا نداء للأولياء، شوفوا ولادكم وش راهم يشوفوا في التلفاز، شوفوا ولادكم وش راهم يشوفوا في الحفلات، أروح معاه، نعم هذا هو الرسالة اللي حبيت نمررها، رافق ابنك في النشأة نتاعو، هذا الشيء مهم مهم جدا. فعلا فعلا. إذا يزيد شكرا لك على كل التوضيحات، نتمنى لك حبيبي طول التوفيق عمرك، سواء في 8 من مارس أو في 11 من مارس ولا حتى في النشاطات الأخرى، موفق بحول الله وشكرا ربي جزيلا طول لك. عمرك، ربي شكرا لك. يخليك، شكرا.